اليوم ما كانش في العالم اللي يزرع قنطار في القطار، من زوج قطار من زوج قناطر وطلع باش تعطيك منتوج تاع 40 قنطار في القطار ولا 45 قنطار ونسوا ندخلوا في الاكتفاء الذاتي بدون معجزه. اليوم انسان اللي يستغل الاراضي في اقصى الجنوب يقول لك بافتخار راني درت اكثر من 50 قنطار في القطار. 50 قنطار في القطار تساوي 18 قنطار تاع الهضاب. الارض تاع الجنوب الماء والسمش تحت 70 قنطار في القطار راه يضيع في وقته. خشبه فيها نوعيه تاع الشعير يتقبل الجفاف وعندها روندمون انور تيجي دريت.